انا اول حاجة عملتها حطيت السيرب على النار، كوبايتين سكر وكوباية مية، معايا هنا خوخ، هو مش خوخ، انا مش عارفة هو اسمه ايه، هو خوخ مهجن شوية، جبته امبارح بس طلع مزز قوي، يعني خليت ليا وحدايتين كده تراي، وقطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهضيف له حوالي ربع كوباية سيرب، وهسيبهم مع بعض على النار شوية شوية لحد ما الخوخ يطري. يعني دلوقتي هنجهز الكاستر، معايا كوباية لبن، معلقة كبيرة نشا، معلقتين كاسترد، هي خلطتي غريبة شوية بس هقول لكم، الكاسترد علشان ريحة وعلشان لون، النشا علشان يخلي الكريمة الكاسترد قوامه خفيف، اما معلقة الدقيق الاخيرة دي علشان يربط كل الكلام ده ببعض، بتطلع معاكي في الاخر كريمة كاسترد ملهاش اي حل. وهنضيف السكر حسب الرغبة، ادي واحد اتنين تلاتة مثلا لان لسه في سيرب هيتحط، نقلب كل ده مع بعضه لحد ما يفك، متقلقوش مدام اللبن بارد مفيش حاجة هتكلكع معاكم، اوعوا تفكوا الحاجات دي في لبن دافي. كده كله دايب اهو، هناخد كمان كوباية لبن، وانا على النار بقى انا بقلبه، هشوف لو لقيت القوام تخن معايا بزود لبن واحدة واحدة، وهرجع لكم بعد ما يتماسك. إيه لما القوام يتماسك معايا شوية قبل ما اطفي النار بثلاث اربع دقايق كده، هضيف شوية فانيليا او مية ورد، ما تضيفوش اي روايح عطرية لأي حاجة بتعملوها وهي لسه على النار، قبل ما تطفوا على طول علشان الريحة تفضل موجودة جوه. ودلوقتي هنعمل الكوكتيل بتاع حشوة الكنافة، انا حطيت فانيليا قبل ما اطفي، وهحط اطلع بلاش قطعة من الزبدة مش كبيرة، حوالي معلقة صغيرة، اطلع بره يا سبايك عشان ما ميكس الخوخ اللي احنا عاملينه مش هاخده كله، هاخد منه معلقتين، هو مش كتير انا هاخده كله خلاص، عمالة اوقع في حاجات. ناخد 70 موز، لا
هي خلطة عجيبة شوية بس صدقوني هتعجبكم جدا. معايا معلقتين كريم شانتيه خام، ده بيتجاب من عند بتوع الحلويات او من العطار، بس هاتوا من عند بتاع الحلويات اضمن يعني. بالهاند بلندر او بالمضرب زي ما تحبوا، مش المضرب ده، بالخلاط يعني. معلش انا الحله موديها بعيد علشان الفيشه. الخليط امتزج معانا تماما، نضرب ضربتين عشان الكريم شانتيه. ما فيش اي تكتلات او حاجه، وحتى لو في تكتلات هي قطع فواكه فمش هتبقى مرفوضة يعني. دلوقتي هروح احضر الكنافة وارجع لكم. معايا هنا نص كيلو كنافة، احط عليه نص كوباية سكر، ونص كوباية زبدة على سمنة سايحين مع بعض، وهنخلط كل الكلام ده مع بعض. كده انا فرقت كله مع بعضه لحد الزبده ما اختفت تماما من الكنافه. بس انا عشان النهارده عايزه اعمل صينيه ليا، وعايزه اهادي بعض الجيران كده بحاجات ميني صواني صغننه. انا ما طلعتش غير نص كيلو كنافه، والنص التاني مش هيلحق يفك، ف هستعمل الكنافه اللي كانت متحمصه عندي. ده مش اساس يعني، لو ما انتوش عايزين تستعملوا كنافة محمصة معاها ما تستعملوش، بس هي كمان هتديني قرمشة لطيفة كده في الكنافة ان شاء الله، وبإذن الله تكفي الكمية اللي انا عاوزاها ان شاء الله.
دي صواني بتاعتي اللي عاوزة اعمل فيها بإذن الله. دي اصغر واحدة في الصواني الالومنيوم اللي كنا جايبينها مع بعض. وعملت التلاتة ده انت تلاتة كده بقى، معرفش هيكفوا ولا ايه، هما كفوش غير صينيتين، هعمل لهم المرة الجاية. زي ما شفتوا معايا في الفيديو، انا حطيت الكنافه وقعدت اطبطب عليها لحد ما سويتها، ما بقاش في اي تكتلات او كلكع في ايدي. الكريمه او الكاسترد حطيته بعيد عن الحروف عشان ما فيش حاجه تطلع لبره وتتحرق وتعمل ريحه وحشه في البيت. حطيت الكاسترد وسويته، قطعت عليه قطع موز زي ما انتم شايفين، ويا رب يا رب يا رب الكنافة الباقية تكفي. والله هي شكلها مش هتكفي، مش عارفة. قولوا يا رب تكفي، يا رب تكفي، يا رب تكفي، عشان ده ثواب، يا رب تكفي.
عارفين احلى حاجة في الدنيا ايه؟ لما تحسوا ان حد بياكل حاجة من تحت ايديكو ويبقى مبسوط بيها او مستلذ بيها. انا بتبسط قوي لما بدي لحد حاجة والاقيه قاعد ياكلها بنهم كده، بحس ان انا عملت حاجة حلوة. ولما اكون عامل عزم اخواتي مثلا وعامله لهم اكل وكده ويبقوا مبسوطين من الاكل ويقولوا تسلم ايديكي، وساعات في ما بيبقوش مصدقين ان انا اللي عاملاه، مبسوطه قوي. جيت كده ونشوف، احنا مش هنتك قوي بقى على الطبقه دي علشان الكاسترد ما يطلعش لبره. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده، لما تكونوا عاملين حاجه بكاسترد او بشاميل يا ريت يا ريت يا ريت تسيبوها في التلاجة شوية علشان تبقى متماسكة. او هي الكنافة مش مشكلة يعني تتساب في التلاجة لانها كده كده مش هتتقطع قبل ما تدخل الفرن. انا الكلام ده في الجلاشات والكلام ده كده. دي خلصت، شوفتي زي الفل. الاربع صواني مدهونين زبده وسمنه مع بعض. دي عايزه شويه اخر واحدة معايا. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله ما كسفتنيش يا رب. الحمد لله رزق الناس. هدخلهم الفرن ولما يخرجوا بإذن الله نسقيهم بالشربات وندوق أحلى كنافة بالكاسترد بإذن الله. يومكم زي الورد. قبل ما تدخلي الصواني بتاعتك في الفرن، شوية زبدة كده سايحين أو سمنة. أنا هنا حاطة سمنة على زبدة، فجأة المعالق اتفتت كلها. دي سمنة بلدي، ماما كانت قبل ما تتعب كانت عاملاها لي من القشطة بتاعت وش اللبن. ربنا يقومها بالسلامة يا رب. لو ماما خفت بإذن الله وقدرت ترجع بيتها وتمارس حياتها الطبيعية بإذن الله بإذن الله، وأنا عندها مرة أصور لكم معاها فيديو وهي بتعمل أي أكل أو بتتكلم أو أي حاجة. أنا كنت عايزة أصورها لكم المرة دي بس لقيت حالتها صعبة قوي وشكلها صعب عليا، فبصراحة ما حبيتش أضايقكم وما رضيتش أصورها. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، ويشفي كل أمهاتنا يا رب. دلوقتي انا مستنيه بس الفرن يسخن شويه وهدخل الصواني على طول. مساء الخير، مساء الورد، مساء الحب،
مساكم سعادة. الصواني بتاعتي طلعت من الفرن، انا حبيت اوريها لكم، بس المغرب لسه ما اذنش طبعا، لكن هغلف التلاتة دول اللي نازلين وهلبس وانزل انزلهم قبل الفطار. في ناس بتحب تحلي على طول بعد الفطار، وفي ناس بتبقى هبطانة عايزة اي حاجة مسكرة بسرعة. ما تفتكروش ان انا بتباهى بان انا بعمل حاجة مثلا او كلام من ده، انا عايزة افهمكو ان دي اقل حاجة بتتعمل. مش عيب انك تعملي صينية كنافة وتودي لجارتك واحدة صغيرة، مش عيب انك تدي لبواب بيتك، مش عيب انك تدي لبتاع سوبر ماركت حتى بتشتري منه او متعودة تشتري منه، مش عيب لو وديتي لأي عامل بيناولك حاجة او بيطلعلك حاجة. في حاجات كبيرة الواحد بيعملها وفي حاجات صغيرة، دي من الحاجات الصغيرة اللي انا ممكن اكون بعملها، حبيت اوريها لكم علشان اشجعكم تعملوا كده. مش فشخرة مني والله، ولا مستنية حد يقولي دعوتين حلوين ولا كلام من ده. انا ده سعادتي، سعادتي ان الناس تاكل من تحت ايدي وتعجبها الحاجة بتاعتي، سعادتي ان انا ابسط الناس، سعادتي ان الناس تكون سعيدة، سعادتي احس ان انا جوايا خير. واكيد انتوا كمان لما بتعملوا ده بتحسوا بسعادة، فما تبخلوش على نفسكم بالسعادة دي، ما تبخلوش بيها على حد. بس ده اللي انا عايزة اقوله. انا دلوقتي هكمل تغليفة الاطباق وهنزل انزلها للناس، وبعد الفطار باذن الله، انا عمالة اجيب مية حاسة اني هبطانة. بعد الفطار باذن الله اصور لكم الصينية بتاعتي واوريكم باذن الله شكلها من جوه ايه وندوقها مع بعض. بس هي ريحة البيت من الفانيليا والموز اللي فيها، قلبين ريحة الشقة خالص. هسيبكم انزل الحاجة، وبعد المغرب نتقابل ان شاء الله. ايامكم سعادة. لو عجبكم الفيديو بليز لايك وكومنت وسبسكرايب. ودلوقتي افتتحت معاكم الصينية الجميلة بتاعتي اهي. شايفين الكريمة كاسترد، وعلشان غطيتها اول ما خرجت بقت طرية ازاي. مش هقول لكم حاجة، بجد تستحق التجربة. اسمعوا كلامي، فظيعة فظيعة بجد. استنوا اقول لكم حتة بالموز. تجنن، ملهاش حل بجد 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 بجد، ملهاش حل. في شوية نقط بقى. الكاسترد انا حطيت 3 كوبايات لبن، يعني كوبايتين بس ما كفوش على النشا والدقيق والكاسترد. كان في حد قبل كده سألني بودنج الشوكولاتة بيتعمل ازاي. بودنج لساني لزق في سقف بوقي. بودنج الشوكولاتة
بتحطي معلقة نشا، معلقة دقيق، معلقة كاسترد، معلقة كاكاو خام، وهبابة نسكافيه يعني حوالي ربع كوب، ربع معلقة صغيرة كده، مع 3 كوبايات لبن. وبعد ما بيقربوا يستووا او يتماسكوا شوية، بتحطي معلقتين كريم شانتيه وتضربيهم بالمضرب، بيطلع بودنج شوكولاتة خطير 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 خطير. ممكن بقى تزودي سنة قرفة، لان الشوكولاتة بيبقى القرفة ماشية معاها اكتر من الفانيليا و مية الورد. ايه تاني قلنا؟ علشان تطلع الحاجة طرية لازم نغطيها اول ما تطلع من الفرن علشان تبقى طرية كده زي دي، شايفين عاملة ازاي. شايفين طرية جدا، انا بحبها كده. اللي بيحبها مقرمشة يسيبها مش متغطية، سيبها مكشوفة. ايه كمان؟ عملت كده، انا استعملت 3/4 كيلو كنافة، ده عمل لي الصينية الكبيرة وال3 صواني الصغيرين. ايه كمان؟ السيرب معمول 2 كوباية سكر وكوباية مية، بس انا زودت خليتهم 2.5 كوباية سكر وكوباية وربع كده مية عشان تكفي الكمية كلها. متهيألي مفيش حاجة تانية اكتر من كده. الخوخ، عايزين تحطوا خوخ حطوا، مش عايزين بلاش. انا قلت لو في حد من الاطفال ينفع نخبي له حاجة كده في النص، نحشرها له في النص، وخصوصا ان هو كده كده كان مزز ما كانش هيتاكل. فدي كانت افضل طريقة ان انا اعمله بيها، مش فايقة بقى اعمل كومبوت والحاجات دي. بس ودي وصفتي كانت معاكم النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، لان هي فعلا تستحق الاعجاب. وبليز بليز 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 حطوا لايك بليز. ولو اول مره تشوف قناتي يا ريت سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. نهاركو ورد، نهاركو فل، نهاركو سعاده، نهاركو هنا وراحه بال وخير. وكرموا الناس عشان ربنا يكرمكم. رمضانكم مبارك.